يلا 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 يا مريم يلا. استنى يا استنى. طب ولو كمان سيبك في كاميرا فينا وكاميرا بعدينا ما هو بيسجل مجمع. تعالى كده يلا يا ابني خلصنا بس هنبقى استنى بره يلا يا اطلع بره كريم ارجع بص انا برجع اقول لك ان الفيلم بيتكلم على يعني بيتناول فكره نظريه المؤامره اللي هو في المركز السري في المجموعه السريه بتحرك العالم او كده او حاجه كده. دي نظريه موجوده يعني موجوده بس احنا مش بنحقق في الموضوع احنا مش بنعمل تحقيق احنا مش بنقدم فيلم بيقدم فاكتس بيقدم غير الجانرا من انواع الافلام اللي تكون موجوده اللي اعتقد انها ما اتعملتش. فهو فيلم الغاز فيلم ثريلر فيلم تشويق فيلم تخرج منه مستمتع وبعدين تفكر في الموضوع يعني وبعدين تفكر خلفيه حضرتك من السياحيه من الدرجه الاولى يعني هل ده فاتك يمثل او بيعمل حاجه؟ انا ما اعرفش ادم لو عايز يمثل كريم بس حتى لو ادم عايز يمثل انا ما انصحوش يمثل دلوقتي بحس انه الاوقات لما الممثل يمثل بدري في سن صغير لما يكبر بتروح ممكن يكون بيكتسب خبره لا لا كل التجارب يعني كل التجارب على ممكن اقول يعني كريم عبد العزيز وناس كتير ده هم صغيرين بس بقى البوم صف اول لما كبروا بس قليلين اصحاب العزيز اصحاب العزيز لا لا وقت ده وقت خليك وقت ربنا يخليك يا كريم شكرا يا بس ربنا يكرمك بس هم ليه قفلوا